فضيلة الشيخ، هل من نصيحة للشباب ونحن في هذا ونحن في زمن الفتن؟ نصيحة لجميع المسلمين الشباب وغير الشباب، أنهم عند الفتن وعند الشرور هذه أنهم يعتصمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكونون مع جماعة المسلمين، يكونون مع جماعة المسلمين ويعتصمون بكتاب الله وسنة رسول الله، ويستعيذوا من الفتن والشرور، يكثروا من الدعاء ويطلبوا العلم حتى يعرفوا الفتن وما يجب نحوها، يتعلمون يطلبون العلم. نعم.